معاكم حمد الريامي وأنا متواجد حالياً في سينما ستار اللي هي موجودة في خليفة، وراح أتكلم معاكم عن فيلم شفته أمس ألا وهو مداهيهو. بداية هو من الأفلام الاجتماعية، ممكن ينقال عليه نوع ما كوميدي، لكن هو في نفس الوقت فيلم اجتماعي درامي. يتكلم عن زوج وزوجة وعندهم عيال كبار وعندهم حالة ولادة قريبة، فكيف راح يستقبلون عيالهم هذه الحالة، وكيف راح يكون منظورهم في هذا المجتمع اللي هو المجتمع الهندي. يوم واحد يكون كبير، يكون عمره قريب 60 ولا نهاية الخمسينات، يكون صعب انه يجيب عيال من زوجته، خاصة اذا كانوا هذيلة عائلة متوسطة الدخل. النصف الاول من هذا الفيلم هو نصف، يعني ممكن نقول عليه نصف كوميدي وممتع ايضا في نفس الوقت، بس بعض الاحيان تقول يا اخي الكوميديا الموجودة في هذه كوميديا تعتمد على الموقف، وايضا مثل ما يقولون شر البلية ما يضحك. السيناريو من الفيلم، يعني من البداية للنهاية، هو سيناريو مكتوب بشكل محترف وجديد، وفكرة قد لا تكون من قبل تطرق لها اي مخرج سينمائي في السينما الهندية. لذة الفيلم تعتمد على الحوارات الجميلة في هذا الفيلم، وكذلك لذة الفيلم تعتمد على الوقائع الواقعية الموجودة أمام الصورة، سواء كان البيت الواقعي الحي الذي هم عايشين فيه الكاركترات، تحس أنه حي هندي صحيح، العيشة اللي هم عايشينها نفس العيشة البني آدمين اللي موجودين في هذاك المكان، مش في شغل مقحم ولا شغل ينقال عليه مزيف، كل شيء تحس انه اصلي وحقيقي، فهذا يعتبر شيء جميل على الشاشه. المخرج اميت شارما اهتم في هذا الفيلم انه هو الكاركترات اللي عنده كلها لازم كاركترات رئيسيه، بغض النظر انه عنده نجم او عنده نجمه معروفين في هذا الفيلم، لا هو ما اعتمد عليهم اعتماد كلي، هو اعتمد على السيناريو الموجود عنده، اعتمد على القصه انه يمشيها بنفس الطريقه اللي موجوده عنده على الورق، واعطى اهميه كبيره للكاركترات الاخرى الرئيسيه في هذا الفيلم اللي هم دور الاب والام وكذلك دور الجده. طبعا الفيلم هو من بطولة أيشوان كورانا. أيشوان كورانا مثل صاعد السنة اللي طافت من فيلم سوب مانجل سابدان وفيلم بريلكي برفي، وحاليا هذه السنة أندادون، ويدخل مع هذا الفيلم بدايهو. طبعا ما اهتم انه لازم يكون هو النجم الأوحد في هذا الفيلم، يذكرني بأيام جوفيندا يمكن يمثل مع قادر خان في أفلام مثل فيلم دريا دل ولا جيسي كارني ويسي برني، ما كان هو النجم الأول في هذا الفيلم. أي نعم كان له كاركتر وكان له دور مهم، لكن الدور الرئيسي كان لقادر خان. نفس الشيء في هذا الفيلم اللي مثل دور أبوه قجراج راو، كان دور جدا مهم في هذا الفيلم. قجراج راو في هذا الفيلم يعني أنا أشوفه من الأدوار القوية جدا في هذا العمل، كان جدا رائع، سواء كان الأداء الكوميدي في بعض الأحيان لكنه هو عفوي جدا، هذا دور جميل جدا صراحة من هذا الممثل. وكذلك دور نينا جوبتا بعد فترة طويلة تأدي دور المرأة ممكن نقول عليها كبيرة في السن وحامل في نفس الوقت، تحس بمعاناتها، فهي جابت هذه المعاناة على الشاشة بشكل جدا إيجابي، بشكل جدا رائع، تحس بواقعية ومنطقية أن هي نعم في عندها معاناة، والمعاناة ظاهرة على الشاشة. أما الجدة سوريكا سكري، هذه الفنانة معروفة في أفلام الأرت موفيز من أيام زمان، من زمان احنا قاعد ننظر لها اي دور من الادوار. في هذا الفيلم انا اعتبر ان هي اخذت حيز جميل جدا في ادائها، وادت دور الجده بشكل جدا جيد وجدا رائع، وهي من الادوار التي تستحق انها تنال على الاقل اعجاب من النقاد مع الجائزه، اذا كانت هناك في جائزه او ترشيح لها، تستحقها صراحه هذه الممثله على هذا الدور. صعب سمج علي كيو بهوكا بدن توتا كاريرو صبا. طبعا وجود أيشوان كورانا في هذا الفيلم وجود مهم جدا، لا هو موجود فقط لتكملة العدد، بل دوره كان جدا جميل وجدا مهم في هذا الفيلم. तू ही बता यार ये भी कोई मम्मी पापा के करने की चीज है क्या? ايضا سانيا مالهوترا
أنا تعجبني هالممثلة أنها تأدي أدوارها بشكل طبيعي جدا من فترة دنقل وكذلك فيلم بتاخة. في هذا الفيلم دورها جدا طبيعي، إنسانة موظفة وتحب شخص وهذا الشخص عنده معاناة وهي كيف تقدر تشاركه في هذا المعاناة، فكان دورها جدا رائع. يا مامي بريغننت होती तो और भी बड़ी प्रॉब्लम होती यार. ايضا كان دور الاخ الاصغر اللي يمثل مع ايشمار كورانا كان دوره جدا جيد في هذا الفيلم. الفيلم فيه شويه مراحل ممكن نقول عليها ميلو دراما اكثر عن اللازم، اللي فيها دراما عاطفيه شويه اكثر، شويه زادت شويه في المرحله الثانيه من الشوط الثاني من الفيلم، لكن هذا لا يمنع ان يكون هو الفيلم في نهايه الامر من الافلام المهمه والافلام الجيده اللي نزلت هذه السنه. فكره جديده على بوليوود هي اللي تخلي هذا الفيلم يكون له رونق خاص، وكذلك الحوارات والكوميديا العفوية والدراما اللي فيها رسالة سامية جدا وجميلة جدا في نهاية هذا الفيلم. أنا أعتبره واحدة من الأفلام المهمة التي نزلت في بوليوود هذه السنة 2018، والفيلم يستحق مني أنا 4/5. أنا كل مرة قاعد أغير لكم الزوايا، فلذلك لا تنسون تسوين سبسكرايب ولا تنسون تضغطون على الجرس على أساس أن توصلكم تنبيهات والفيديوهات أول بأول، والكومنتس لا تنسونها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.